الوفي، كذلك كل المشايخ المحترمين الأخوة والقرايب، تجمعنا علاقة يومية مش بس شعرية ومش بس نلتقي مدى فترات. أولا أخونا أبو مروان رايق خير، بعتذر كان لازم يكون معنا، عنده ظرف بوصل لك تعازي. أنا بدي أقول قبل القصيدة كتبتها للشيخ فقيد أبو غازي الله يرحمه، بدي أقول: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الله يبقيكم وخلينا إياكم. اسمح لي يا شيخ بمأتمك جازي، لنو بكلمة شعر متوازي، ولا تواخذ قصور سفرت بعيد وما قدرت احضر اصدق جنازي. انت الكنت كل ما يهل العيد ترسم عخد العمر غمازي، انت الكنت للعون فاتح ايد، وكنت الكريم بساعة العازي. اربيت بأصالة عز بيت سعيد، وروحك ما كانت يوم معتازي، الا الصلاة والصدق والتوحيد، وبنيت عيلة فخر ممتازي. ولما العجز بالعمر صار يزيد ومسكت بالإيدين عكازي، قلت الجبل ما بينسند بالإيد، وطهرك جبل صنين بوازي. ولما القدر غفاك غفوة سيد، وما فات جرحك مرهم الرازي، مش بس كسرى بلشت تنهيد، كل الأصايل بالشرق صهلوا، يرحم تراب الشيخ بوغازي. الله يرحمه ويبقيكم خلينا ياكم. خلينا ياكم واجب، أبسط واجب ممكن يكون لخينا رمزي وجميع الأخوة، إن شاء الله خاتمة الأحزان. الله يخليك ياكم هلا. انت مفضل على الجميع ان شاء الله، بس في الافراح من وفيك. بارك الله فيك، حبيبي الشباب والجميع.